السلام عليكم طلابي الكرام في اي مكان في جمهورية مصر العربية. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. طبعا يعني كلنا عارفين الظروف الصعبة اللي بتعدي بيها الدنيا في الفترة الاخيرة، طبعا سواء اذا كان انتشار كورونا بشكل كبير، وده طبعا اللي ادى الى الغاء معظم الدروس في معظم الاماكن، وبدأت تحصل عندي صعوبة واضحة جدا في ان الطلبة تقدر تباشر الدروس بتاعتها بشكل طبيعي في السناتر، وده طبعا بالتأكيد ان هو من الممكن ان هو يأثر على الطلبة. يمكن قلت قبل كده ان احنا ما نفكرش في كل دوا، كل اللي علينا ان احنا نتعب ونجتهد بقدر الامكان، وفي النهايه التوفيق والنتيجه بتكون من عند ربنا بس مش من عند اي حد تاني. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه يا شباب، بمنتهى البساطه احنا قبل كده انا قدمت لكم الحل، بعيد عليكم الحل تاني وباكد عليه، ان احنا عندنا كده كده المحتوى كامل موجود عندنا على القناه. انت تقدر بمنتهى البساطة ان انت تخش تشترك معانا بالاضافة للمحتوى الكامل ده، ان انت تخش وتشترك معانا في مراجعة نص المنهج. كانت مراجعة نص المنهج في البداية كنت مصور بشكل عادي، ان انا براجع بشكل تقليدي كده اللي هو بشكل عادي خالص، ولكن طبعا مع التطورات اللي حدثت ما كانش ينفع الكلام ده، فقعدت مراجعة نص المنهج كاملة، وزمايلكم متابعين معانا على الجروب والكلام ده كله، وما نزلتش منها لحد دلوقتي غير البلاغة بس. لسه عندنا ان شاء الله تعالى خلال الاسبوع ده بينزل الاسبوع الثاني منها اللي احنا بنتكلم فيه على نص على مدرسة الاحياء والبعث، ونص غربة وحنين، ومراجعة الوحدة الثانية في النحو. ده مبدئيا اللي احنا بنقدمه خلال الاسبوع ده وخلال الكلام ده كله. طيب المراجعة بتاعتنا ماشية ازاي؟ المراجعة بمنتهى البساطة مراجعة نص المنهج، بنراجع نص المنهج كله خلال شهر واحد بمنتهى البساطة. لو انت مش فاتح المنهج من البداية هتقدر تبدأ معانا وتقدر تتحرك معانا خلال مراجعة نص المنهج بمنتهى السهولة والبساطة. طيب احنا بنعمل ايه فيها؟ بمنتهى البساطة يوم السبت بتنزل كل الفيديوهات المتعلقة بالمراجعة، يعني بينزل فيديو شرح لمدرسة الإحياء والبعث والأفكار بتاعت نص غربة وحنين، بينزل فيديو شرح لتلخيص الوحدة التانية كاملة، وهكذا الوحدات الباقية، ده طبعا ده بناء على الجدول، وبينزل معاها ملف تدريبات بي دي اف وملف شرح للمحاضرة نفسها، وبينزل كمان مع المحاضرة ملف واجبات. الفيديوهات اللي احنا بنطلع فيها دي بتكون مقسومة، فيديو كامل بنشرح فيه الوحدة التانية كاملة، وفيديو تاني بنحل تدريبات لا حصر لها ولا عد لها على الوحدة مثلا التانية نحو، او على نص او على مدرسة الاحياء والبعث، او على نص غربة وحنين كنصوص متحررة بما يتناسب مع المدرسة دي. بنحل تدريبات لا حصر لها، بنحل مئات التدريبات بمعنى الكلمة على كل دي، بحيث ان انت مع نهاية المحاضرة وبعد ما بتسمع حلقة الشرح وحلقة الحل وبيكون معاك ملف البي دي اف بتكون عارف كل حاجة. بيتاخد اسبوع كامل بتذاكر المحاضرة دي وبتتفرج على الفيديوهات بتاعتها سواء اذا كان شرح او حل، وبطلع معاك كل خميس في اخر الليل ببدأ ان انا احل معاك ملف بكون منزله مع الملفات دي، بيكون ملف واجب بتخش وبتحل الواجب ده وخلال الاسبوع ده، واخر الاسبوع بطلع بحل معاك الواجب ده. ده بالاضافة ان انا عندي المفروض 3 امتحانات على مراجعة نص المنهج، امتحانين جزئي وامتحان شامل، والجروب بيكون مفتوح معاك من دلوقتي لحد نهاية السنة، تقدر في اي لحظة ترجع للمراجعة بتاعت نص السنة والحاجات اللي فايتك. يبقى انت راجعت نص المنهج كامل، ده بالاضافة ان انت بتراجع ان شاء الله تعالى او هتراجع النص التاني من المنهج بعد كده لما نبدأ ان احنا نشتغل فيه. طب بالاضافة لكده الجروب عليه مراجعة البلاغة كلها، كل حاجة في البلاغة من اول بلاغة اولى لتانية للتجربة الشعرية في تالتة، كمان مراجعة او كمان الكلام عن القراءة المتحررة، ده محطوط وسط الكلام ازاي نقدر نتعامل مع القراءة المتحررة، ازاي نقدر نتعامل مع النصوص المتحررة، كل ده داخل مراجعة نص مين؟ نص المنهج. ومنتهى البساطة المحاضرات في نص المنهج اصبحت بسبب التطور ده اصبحت كتير جدا، فلو انت عايز تتعرف على شكل المحاضرات او اي حاجة عندك رقم الواتساب تحت، تقدر تبعت له رسالة واتس وهو هيبعت لك الملف لحد عندك يوصلك، وتتفرج على المراجعة بتاعتنا خلال نص المنهج ماشية ازاي. ده بمنتهى البساطة هيدخلك اول ما تبعت لو انت اتفقت على الاشتراك معانا بعدد الفيديوهات وكم الفيديوهات الهائل دوا، بتبدأ ان انت بيدخلك على جروب فيسبوك من خلال الاسم والكلام ده كله، بتبدأ تشترك معانا. طيب الاشتراك قيمته كام؟ الاشتراك كاملا قيمته 150 جنيه. عدد الفيديوهات فيه، الفيديوهات مش بتقل عن ساعتين، عدد الفيديوهات كبير جدا هيتخطى ال 16 وال 17 وممكن يصل ل 20 فيديو كمان. ده مراجعة نص المنهج، ده بسبب ان احنا مدخلين معاه البلاغة كلها،
وبسبب مدخلين معاه القراءة المتحررة والنصوص المتحررة كلها، عشان تبقى لميت كل الفروع بتاعت المنهج ولميت المنهج كاملا. فلو انت عايز تشترك معانا قبل ما تنزل وتكلمه دلوقتي، هسيب لك مع فيديو تعريفي بمراجعة نص المنهج، وهوريك احنا بنعمل ايه جوه مراجعة نص المنهج. بس سريعا احصر لك الكلام، يوم السبت بينزل عندك ملف بي دي اف بالملفات اللي بنحلها، بينزل عليك ملف بي دي اف واجب. يوم السبت بينزل عندك فيديو شرح للوحده كامله في النحو، وفيديو شرح للمدرسه الادبيه، وبينزل عندك فيديو حل تدريبات جزئيه على الوحده وحل تدريبات شامله عليها، وبينزل عندك فيديو تاني بنحل فيه على المدرسه الادبيه نفسها، سواء كانت الاحياء او الاتجاه الوجداني او مدرسه الديوان، وحلقه تاني بننزل بنتكلم فيها وبنحل فيها نصوص متحرره بما يتناسب المدرسه دي بكم يتخطى ال 15 نص متحرر على كل مدرسه. فلو انت حابب ان انت تكون معانا، تاكد ان العربي هينتهي تماما بعد مراجعة نص المنهج دي لو انت ما فتحتوش اصلا، وده مش مجرد كلام. ودلوقتي اسيبك مع بكمالة الحلقة وتتفرج احنا ماشيين ازاي في مراجعة نص المنهج. والسلام عليكم. تجديد عند تلاميذ محمود سامي البارودي، يبقى مظاهر التجديد عند تلاميذ محمود سامي البارودي. يبقى هنا لو قال لي قارن ما بين الشكل والمضمون، ممكن يجيبها لي في السحب والإفلات في نظام الأسئلة. المقارنة ما بين الشكل والمضمون عند تلاميذ البارودي، الشكل كان من القديم وممكن يديني حاجات كتير أسحبها في مربعات، فأقول له مثلا زي وحدة الوزن والقافية والتصريع واستخدام الألفاظ الأصيلة والوقوف على الأطلال مثلا والغزل إلى آخره. فكان الشكل منين؟ من القديم. أما كان المضمون مرتبطا بقضايا العصر، يعني بيتكلموا عن قضايا عصرية، عن فكرة المرأة، عن فكرة الصحافة، عن فكرة كده إلى آخره. يبقى هنا المضمون كان من قضايا العصر. مدرسة الإحياء والبعث، لسه ما تروحش في أي حتة، هنتكلم على الأفكار اللي أنا محتاجها في نص غربة وحنين، عشان أبقى ربطت ما بين المدرسة الأدبية والنص الأدبي قبل ما أحل متحرر على الكلام ده. هحل تدريبات إن شاء الله تعالى لا حصر لها، فركز معايا ونبدأ واحدة واحدة. الكلام اللي بقوله مهم جدا. يبقى هنا مظاهر التفوق في المعارضة الشعرية، أو مظاهر التفوق والتجديد في المعارضة الشعرية، بقول له التجديد والابتكار. كيف يحدث التجديد والابتكار؟ كده يا شباب، ازاي اقدر اطلع مظاهر القديم داخل النص؟ يعني انا لو مديني نص ادبي داخل او تبع المدرسة الكلاسيكية، ازاي اقدر اطلع مظاهر القديم داخل النص؟ او اي مدرسة ازاي اقدر اطلع منها مظاهر قديم؟ رقم واحد يا شباب، تمسكه بالامور اللي كان متمسك بها البارودي، اللي هي الوزن والقافية واصالة اللفظ العربي. بعد كده جبت ملامح التجديد عنده، وهو الشعر الاسلامي وشعر التاريخ، وان هو ختم كل ده بالشعر المسرحي ليستحق لقب امير الشعراء احمد شوقي. اللي قدامي هنا برضو كله كلام مهم. السؤال الاول بيقول: جاء رجل معطل. طبعا عذرا انا قاعد شوية لان النهاردة ممكن اكون مرهق حبتين يعني، تمام؟ فهنا بيقول لك جاء رجل معطل، والتاني بيقول لي جاء رجل معطي. اوه على الكلام، هي كده كده اسم فاعل، سواء اذا كانت معطي او معطل، فهي في الحالتين اسم فاعل. ولكن هقول لك حاجه فكرت بيها هنا، قلت لك ان الياء بتظل موجوده. الياء بتظل موجوده عندي اذا اتصلت الكلمه بال او جاء بعدها مضاف اليه، صح؟ الياء بتفضل موجوده، صح كده ولا ايه؟ تمام جدا. يبقى هنا لما اقول لك جاء رجل معطي، الياء موجوده، الكلمه اكيد فيها الف ولام. كنت تروح تقول لي فين الالف ولام، اقول لك ما فيش، يبقى الكلمه ما فيهاش الف ولام، صح؟ جاء رجل معطي ما فيهاش الف ولام. اذا ما دام ما فيهاش الف ولام، يبقى ما دام حاطط الياء، يبقى يا مستر اكيد بعدها مضاف اليه. اقول لك انت صح، يبقى ما دام قال لي جاء رجل معطي والياء موجوده، يبقى لازم هيكون بعدها مضاف اليه، لازم هيكون بعدها مضاف اليه. فانا هختار ابناؤه ولا ابناءه ولا ابنائه؟ هتروح مباشره تقول لي ما دام بعدها مضاف اليه، وانت لسه يا مستر قايل لنا ان الهمزه لما تكون على ياء بعدها ضمير بتكون في حاله جر، يبقى لازم اقول له هذا رجل معطي ابنائه. معطي ايه؟ ابنائه، اللي هي الثالثه. الهمزه تكون على مين؟ تكون على ياء، لان الياء موجوده. طب اللي فوقيها جاء رجل معطل، جاء رجل معطل،
ده حذف الياء يا مستر، اذا ده مشتق عامل. صح، اقول لك برافو عليك، ده مشتق ايه؟ عامل. يبقى اللي بعديها يا اما فاعل يا اما مفعول. مين اللي هيعطي؟ الرجل. هيعطي مين؟ الابناء. مين اللي هيعطي؟ الرجل. هيدي مين؟ الابناء. اذا كلمه ابناء هنا اللي هتتحط لازم بلا شك تكون مفعول به. يبقى هقول جاء رجل معطي ابناءه. معطي ايه؟ ابناءه. ليه؟ مفعول به منصوب علامه نصب الفتحه. طب لو شال كلمه معطي دي وراح مخليها سامن، تمام؟ شال ايه؟ شال كلمه معطي دي وقال لي سامن، قال لي جاء رجل سامن. هو مين اللي سامي بقى؟ الرجل ولا الابناء؟ الابناء هم اللي هيكونوا مرتفعين المكانه، فهنا هتبقى اللي بعديها فاعل، صح كده ولا ايه؟ فاقول له جاء رجل سامن ابناؤه، لان مين اللي سامي ومين اللي مرتفع؟ الابناء. يبقى جاء رجل سامن ابناؤه، يبقى ابناؤه هنا فاعل مرفوع علامه رفع من الضمه. ركزت عليها كتير لان ممكن جدا تجي لك في التعبير بالنظام الجديد وممكن تجي لك وسط النحو، فلازم تكون عارفها كويس جدا جدا جدا. معلومه في منتهى 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 الاهميه. تشوف المشتق يدل على من وقع عليه الفاعل يبقى ده يعرب فاعل، يدل على من وقع عليه يبقى يعرب مفعول به. كمل معايا واحده واحده. شوف هنا بيقول لك ايه بقى؟ هنا لما اجي اتكلم على المصدر الرباعي، فاول حاجه وانا بطلع المصدر الرباعي اروح مدور على همزه مكسوره. يبقى ادور على مصدر اوله همزه ايه؟ مكسوره. زي كلمه ابداع من الفعل ابدع، ابدع ابداع، ووزن عليها اخرج اخراج، احكم احكام. اسم الهيئه ياتي على وزن فعله، على وزن مين؟ فعله من الثلاثي. يبقى هنا اسم المره ياتي على وزن فعله، اما اسم الهيئه ياتي على وزن مين؟ فعله. والهمزه اصليه تبقى كما هي عند التثنيه والجمع، فهقول له قراء المثنى منها عادي خالص قراءان او قرائين، والجمع منها قراءون. التجربة الشعرية هي مجموع، هي الموقف الذي يمر به الكاتب فيندمج مع هذا الموقف فيخرجه على صورة مين؟ تعبير. قبل ما نبدأ في أي حاجة، فأنا عندي ثلاث أنواع للتجربة الشعرية. عندي تجربة شعرية بنقول عليها ذاتية، وكلمة ذاتية أي تعبر عن الذات، فهنا تجربة ذاتية. وعندي تجربة عامة يعني بتعبر عن المجتمع أو بتعبر عن البيئة أو بتعبر عن الوطن، تعبر عن الاستعمار، فدي بسميها تجربة عامة. وعندي تجربة ذاتية تحولت إلى عامة. هو وعاء الفكر والوجدان. اللفظ هو الإناء والوعاء اللي بيشيل جواه الفكر وإيه؟ والوجدان. فيحمله الشاعر ما أراد من الإيحاءات والدلالات. فيبدأ الشاعر يحمل اللفظ ده اللي هو عايزه سواء من الإيحاء أو من الدلالة. موضوع للقصيدة يكون واحد، العاطفة تكون داخل القصيدة واحدة، والأفكار مرتبة مسلسلة، ما ينفعش تكون غير مرتبة. وخد بالك ده ممكن تضيفه شرط رابع لشروط القافية، احنا قلنا تضيف جديدا للمعنى، تلائم الجو النفسي، لا تحدث ثقلا موسيقيا، وحط معاهم شرط رابع كمان عشان يبقوا أربع شروط أضيفه عندك، وإن هي تكون القصيدة على نسق ترتيبي وليست مجرد وحدات متفرقة. تكون على نسق ترتيبي يعني مرتبة بشكل جيد وليست مجرد وحدات ايه؟ متفرقة. نرجع تاني للوحدة لأهميتها وتبقى كأنك ذاكرتها معايا تاني. رقم 11، بيت مما يلي يعد تجربة شعرية غير ناجحة. يعني كل الأبيات التالية تجربة شعرية ناجحة، واحدة منهم بس تعتبر تجربة شعرية غير ناجحة. البيت الأول بيقول: وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي. طبعا هنا تجربة شعرية ناجحة لأن الشاعر من خلالها بيعبر عن مدى حبه للوطن، وإن كان انتقد شوقي إن هو بيفضل الوطن على الجنة، ولكن ما زالت تحمل العاطفة وتحمل الفكر في طياتها أو يمتزج فيها الفكر بالوجدان، إذا هذه تجربة شعرية ناجحة. رقم باء: والنفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. هذه أيضا تجربة شعرية ناجحة، يعبر من خلالها الشاعر على أن النفس دائما ما تبكي على هذه الدنيا، وهي تعلم أيضا أن السلامة فيها ترك ما فيها. رقم جيم بيقول: هذا هلال الصوم من رمضان
بالأفق بان فلا تكن بال فلا تكن بلواني بلواني يعني المتخاذل. طبعا بيقول لك هذا هلال الصوم، إذا بيتكلم عن شهر رمضان، فهذا يعد من شعر المناسبات. إذا هذه تجربة شعرية غير ناجحة. ليه؟ لأنها سيقت في المناسبات. إحنا قلنا ما يحاكي الطبيعة أو ما يساق في المناسبات تجربة شعرية غير ناجحة. يبقى الاختيار رقم جيم، رقم ده الآخر واحدة. بيقول والدمع من جفني يسيل مشعشعا بسنا الشعاع الغارب المترائي. بالتأكيد هذه تجربة شعرية ناجحة. رقم 12، أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر. نوع الاستعارة طبعا، أما للهوى نهي استعارة مكنية، شبه الهوى بإنسان ينهى، عدينا كتير عليها. السؤال رقم 18، النقطة رقم 1. النقطة رقم 12 في السؤال العاشر طبعا على تدريبات الوحدة الثانية، بتقول هذا الصانع أحرص صانع على رقي بلاده. والسؤال هنا بيقول عند جعل اسم الإشارة للمفردة المؤنثة يثير المثال. طبعا هنا اسم الإشارة اللي هو هذا، أنا عايز أخليها للمفردة من المؤنثة، فأقول هذه الصانعة. هقف عند كلمة أحرص صانع. طبعا لو بصيت على كلمة أحرص هلاقيها على وزن مين؟ على وزن أفعل. عشان أقدر إن أنا أخليها للمثنى أو للمؤنث أو للجمع أو أيا كان، لازم أبص على حكمها. فطبعا هنا كلمة أحرص نكرة وبعديها كلمة صانع نكرة، فدي تعتبر نكرة مضافة إلى مين؟ إلى نكرة. طب النكرة المضافة إلى نكرة إيه حكمها؟ تلزم الإفرادي وتلزم التذكير. إذن لما أجي أخلي العبارة دي للمؤنث هتبقى هذه الصانعة، هذه الصانعة أحرص صانعة على رقي بلادها. يبقى الاختيار رقم اللي بيقول الكلام ده هو الاختيار رقم ألف، هذه الصانعة أحرص صانعة على رقي بلادها. 21 على الوحدة الثانية نحو، النقطة رقم 1 في السؤال رقم 21 بتقول توفي الجندي صباح اليوم. إعراب كلمة الجندي، طبعا احنا أخذنا في شرح الوحدة الثانية وتلخصها إن بعد توفي واحتضر واستشهد من غير ما فكر يعرب نائب فاعل. يبقى توفي الجندي ما ينفعش فاعل، ما ينفعش مفعول به ولا مفعول به ثاني. الاختيار المناسب عندي نائب فاعل، الاختيار رقم باء، الاختيار رقم باء. نقطة رقم 11 في الامتحان شامل 7 على الوحدة، على الوحدة الثانية. فهنا بيقول لك ينبغي أن نساعد المحتاجين. الموقع الإعرابي لجملة أو للمصدر المؤول أن نساعد. أنا عندي هنا بقول ينبغي، طبعا أنا عارف أن بعد ينبغي ويجب ويجوز ويمكن اللي بعديها يعرب إيه؟ فاعل. فهنا لما بقول لك ينبغي أن نساعد، عندي المصدر المؤول أن نساعد هنا أن والمضارع بتشكل مصدر مؤول، بياخد إعراب المصدر الصريح. فأصل الكلام ينبغي المساعدة، إعراب المساعدة إيه؟ فاعل. إذا إعراب المصدر المؤول أن نساعد هنا عشان بعد ينبغي، يبقى المصدر المؤول هنا ليس في محل رفع نائب فاعل ولا نصب مفعول به أول أو جر مضاف إليه. الاختيار المناسب عندي الاختيار رقم ألف، المصدر المؤول أن نساعد هنا في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. على النقطة اللي بعديها، النقطة رقم 61 من تدريبات مدرسة الإحياء والبعث. هنا بيقول قال شوقي أيام كان الناس في جهالتهم مثل البهائم أرسلت إرسالا، من جهلهم بالدين والدنيا معا عبدوا الأصنام وأله التمثالا، ضلوا عقولا بعد عرفان الهدى، والعقل إن هو ضل كان عقالا. والعقال هو ما يشد به البعير أو يربط به البعير، يعني الحاجة اللي بتقيد وبتربط مين؟ البعير. معنى الأبيات سريعا كده بيقول لك الناس زمان كانت موجودة في الجهل بتاعها، بالضبط كانت عاملة وكأنها البهائم أي لا تعقل، المقصود بها عدم العقل، وأرسلت إرسالا من جهلهم بالدين وبالدنيا، عشان هم جاهلين بالدين والدنيا بدأوا أن هم يعبدوا الأصنام ويؤلهوا التماثيل، فضلوا كثيرا من العقول بعدما عرفوا عرفان بمعنى فضل، بعدما عرفوا فضل الهدى عليهم، وبالرغم من ذلك ضلوا كثيرا من الناس. والعقل إن هو ضل كان عقالا، يعني لو ضل هيبقى عامل زي الشيء المقيد الذي لا يعرف لنفسه سبيلا أو اتجاها. فهنا بيقول لي هذه الأبيات تمثل اتجاها جديدا من شعر أحمد شوقي.
هل الاتجاه دوة هو كتابة الشعر الملحمي ولا كتابة الشعر التاريخي ولا الاتجاه نحو المنجزات العصرية أو المخترعات الحديثة؟ بالتأكيد هذا ليس منجزات عصرية، هذه ليست مخترعات حديثة، وهذا شعر لا يعبر عن ملحمة أدبية. إذن الاختيار بالنسبة لنا هو الاختيار رقم باء، الاتجاه نحو الشعر التاريخي. وطبعا ما ننساش أن هذه الأبيات بتنمي منهجين لأحمد شوقي، المنهج المهتم بالتاريخ والمنهج المهتم بمين؟ بالإسلام. هذه الأبيات تنمي المنهجين عند أحمد شوقي. النقطة اللي بعدها رقم 13 على مدرسة الإحياء والبعث، تمام، متحرر. فيقول في مطلع النص، يقول أحمد شوقي في ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم: سلوا قلبي غداة سلا وتابا، لعل على الجمال له عتابا، وكنت إذا سألت القلب يوما تولى الدم عن قلبي الجوابا، ولو خلقت قلوب من حديد لما حملت كما حمل العذاب. الثانية بتقول مضاد كلمة فأبليت الثياب. طبعا لو احنا بصينا على كلمة فأبليت الثياب هنبص هنلاقيها موجودة في البيت الخامس، فبيقول فأبليت الثياب، أبلى الشيء بمعنى أهلكه، فهنا أبليت هنا أهلكه من كثرة الاستخدام يعني، فأبليت هنا المعنى المناسب بتاعها، هنقول هنا جددته ولا أفنيتها ولا أخلقتها ولا زينتها، طبعا هنا بمعنى جددتها، أبلى الشيء عكسها إيه؟ جدده. الرابعة مصدر الموسيقى في البيت الأول لما بيقول سلوا قلبي غداة سلا وتابا لعل على الجمال له العتابة. طبعا لو بصيت على البيت الأول هنا هلاقي مصدر الموسيقى، هل هو تصريع وازدواج؟ جناس وناقص وتصريع، جناس تام وتصريع، سجع وحسن تقسيم. طبعا ما ينفعش ازدواج اللي هو الاختيار ألف لأن ده في النسر بس. أكيد طبعا لازم نستبعد الاختيار رقم دال برضو لأن السجع بيكون موجود في النسر بس، يبقى الاختيار يا إما هيكون باء جناس ناقص وتصريع أو رقم جيم جناس تام وتصريع. فأرجع للبيت فوق بيقول سلوا قلبي غداة سلا، يبقى بين كلمة سلوا وسلا هنا بينهما جناس ناقص. كمل البيت بيقول وتاب لعل على الجمال له عتابة، يبقى أنا برضو عندي الباء في كلمة تاب وعندي الباء في كلمة عتابة، يبقى بين كلمة تاب وعتابة في البيت الأول بينهما تصريع، يبقى مصدر الموسيقى في البيت الأول الاختيار رقم باء جناس ناقص وتصريع. النقطة اللي بعد رقم 9 بتقول في البيت الرابع تشبيه نجد فيه أخذ دنيا ولا تبدل إهابة ولا كل آونة ولا دنياك أفاعي. طبعا هنا بنلاقي التشبيه موجود عندنا في قوله دنياك أفعى، دنياك أفعى، الاختيار رقم دال دنياك أفعى. رقم 10 وآخر واحدة عندنا في النص الثالث رقم 13 إذا أطلقنا، متحرر طبعا، إذا أطلقنا اسما على هذه الأبيات فإننا نسميها. طبعا شرحت دوة أثناء ما كنت بشرح معاكم الإحياء والبعث أو غربة وحنين، لما قلت لك أنا بسمي القصيدة على آخر حرف فيها، لذلك قصيدة غربة وحنين سميت بالسينية لأن آخر حرف في كل بيت هو حرف السين. فلو حبيت أن أنا أطلق مسمى على هذه القصيدة فهلاقي آخر حرف في كل بيت هو حرف مين عندك صح كده باين قدامك؟ هو حرف الباء. يبقى إذا أطلقنا اسما على هذه الأبيات فإننا نسميها همزية شوقي، همزية شوقي طبعا لا، معارضة شوقي لا، الأولى والثانية. هل هنا طبعا لا ما ينفعش الأولى والثانية، يبقى نسميها باقية شوقي لأنها تنتهي في كل الأبيات بحرف مين؟ بحرف الباء. يلا ننتقل للتدريب رقم 14 أو النص المتحرر رقم 14 على مدرسة الإحياء والبعث. أعتقد كده باين جدا مدى شمولية المراجعة، عدد التدريبات الجزئية اللي احنا بنحلها، عدد التدريبات الشاملة اللي احنا بنحلها، بحيث ان تكون مراجعة نص المنهج هي بالنسبة لك مراجعة حقيقية. فلو انت عايز تكون موجود معنا في المراجعة
عندك الرقم موجود في صندوق الوصف، انزل دلوقتي تواصل معاه واتس بس، هيرد عليك، هيبعت لك الجدول بتاع المراجعه وتقدر تنضم ليها، لان احنا لسه في البدايه ما خدناش منها غير اسبوع واحد بس، وبنبدا في الاسبوع الثاني من المراجعه اللي هتاخد معانا شهر واحد كله. فلو انت عايز تكون معانا يلا بسرعه اتواصل سريعا، لان كل اللي قدامك بالظبط عشان تشترك معانا 4 ايام، فما تضيعش الدنيا عشان تكون موجود معانا وتقدر تلحق المنهج بتاعك وتقدر تلحق اللايف او البث المباشر اللي هيكون موجود معانا يوم الخميس اللي جاي بعد بكره. يلا يا شباب، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.